مساء الأنوار مشاهدين ساعة مع نيبال. الموضوع بدأ من قصة وحكاية. شاب شاف بنوتة جميلة عايز يتقدم لها ويتجوزها. أخد ميعاد وأخد عيلته وراح علشان يتقدم لها رسمي، وخلاص العيلتين موافقين على بعض ومبسوطين، كل الأمور متيسرة. العريس معجب بالعروسة والعروسة عايزة العريس. أبو العريس سامع الزغاريت، الشربات بيتشرب، قال طب يلا يا جماعة نقرأ الفاتحة. وهنا كانت المفاجأة. العروسة قامت وقالت قبل قراية الفاتحة أنا ليا شرط. كلهم بصولها بابتسامة يعني فياضة، وقالوا لها تؤمري، اللي تؤمري بيه يطاع. قالت لهم شرطي ان جوازي يبقى جواز مدني. حالة من يعني الذهول وقع على كل الناس اللي موجودين وقاعدين، الأب والأم وأهل العريس. هو إيه الجواز المدني ده؟ والعريس وقف قال لها جواز مدني إيه اللي أنت عايزاه؟ والعروسة راسها وألف سيف لا تتجوز جواز مدني، وباظت الجوازة. طب إيه هو الجواز المدني؟ طب العريس مش راضي ليه؟ طب العروسة راكبة دماغها ليه؟ هو ده موضوعنا النهاردة مشاهدين ساعة مع نيبال. أهلا بحضراتكم في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نيبال، ونفهم باقي الحكاية. مشهد المأذون والدفتر، في بنات كتير أو معظم عدد يعني طالع من البنات عايزين يستغنوا عنه، وبيقولوا إن إيه يعني إن إحنا ما نشوفش المشهد ده؟ مش أحسن بكتير ما نشوف مشاهد محكمة الأسرة؟ إيه الموضوع بقى بتاع الجواز المدني؟ وإيه القصة؟ وإيه الحكاية؟ هنعرف بوجود ضيفي المستشار مؤمن العقيلي، محامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. سمعت حضرتك القصة من البداية. أهلا وسهلا. حضرتك يعني تفتكر إن ممكن جوازة تبوظ بسبب إن بنت تطلب إنها جوازها يكون جواز مدني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا لازم الأول نشرح يعني إيه زواج مدني. تمام. المتعارف عليه في مجتمعنا الزواج الرسمي او زواج عرفي، دي المسميات اللي بنسمعها دايما عن الزواج. تمام. ولكن برضو الزواج المدني زيه زي الزواج العرفي، زيه زي الزواج الرسمي، في انه زواج عقد بين طرفين. تمام. سواء كان رسمي او مدني او عرفي فهو عقد. اتفق الطرفان على ان تربطهما رابطة الزوجية، فهو اتفاق بين طرفين، طلاقت إرادتهما على علاقة زوجية شرعية. قبل ما نتكلم في مدني وشرعي، في مدني ورسمي وعرفي، لازم نشوف شرعي، لازم يكون الزواج شرعي. تمام. المدني المقصود به ان بيفرغ عقد الزواج بين الزوج والزوجة بعد النص في هذا العقد على الأركان الشرعية لهذا الزواج، ولكن بيفرغ في شكل عقد مدني، عقد اتفاق، ولكن ربما يشمل بنود أو شروط زيادة شوية عن عقد الزواج الرسمي أو عقد الزواج العرفي الشائع في مجتمعنا. زي مثلا عقد بين زوج وزوجة اتفقوا الاثنين تربطهما رابطة الزوجية بينهما. تمام. وشمل هذا العقد بنود تلزم كل من الطرفين بأشياء معينة. ربما هذه البنود اللي موجودة في هذا عقد، في عقد الزواج المدني، مش موجودة في عقد الزواج الرسمي أو عقد الزواج العرفي.
زي على سبيل المثال مثلا لما بينص مثلا على قائمة المنقولات، عقد الزواج المدني ممكن يتقال فيه في بند من بنود، وده يبقى اقتراحات لانه عقد له بنود والبنود باتفاق الطرفين. يتقال مثلا المنقولات بتاعة الزوجية اللي موجودة واللي مفروشة بها منزل الزوجية يملكها الزوج والزوجة معا وليس الزوجة فقط، وعند انتهاء هذه الرابطة بالتراضي بينهما تؤول ملكية هذه المنقولات لكل من الطرفين حسب نصيب كل منهم. ده بند ربما يشمل عقد الزواج المدني. ربما يشمل عقد الزواج المدني بند يدي الحق للزوجة عند فسخ هذا العقد أو بطلانه أو الطلاق منه إن هي ترجع على هذا الطرف اللي هو الزوج بمبلغ مالي يستحق لها بعد انتهاء رابطتك الزوجية. اللي أنا عايز أقوله إن في عقد الزواج المدني حسب ما يتم الاتفاق بين الطرفين على بنود، على بنود. ولكن أهم حاجة في عقد الزواج زي ما بقول لحضرتك سواء مدني بالمسمى بتاعه أو شرعي أو عرفي، هو أن يكون عقد شرعي، يعني عفوا رسمي أو عرفي أو مدني، لازم يكون عقد شرعي. والشرع والعقد الشرعي الزواج الشرعي هو له أركان تطلبها الشرع: إجاب وقبول وشاهدي عقد وولي وإشهار. دي أركان الزواج الشرعي. طب قبل ما أتكلم في مدني أو رسمي أو عرفي. ليه المجتمع، يعني حضرتك دلوقتي شرحت إيه هو الزواج المدني، نعم، ليه المجتمع رفضه؟ هو الزواج المدني منتشر أكتر في المجتمعات الأوروبية المتحررة عشان يبقى احنا القاعدة القانونية بتقول العقد شريعة المتعاقدين، يعني الطرفين بيتفقوا على بنود ايا كانت هذه البنود بيتم افراغها في عقد اتفاق وبيرتضوا بيه، وربما يحطوا على بعض شروط جزائية للمخل من الطرفين بهذا العقد. فعقد الزواج مدنيته برضو عشان نكمل صورة الزواج المدني، لما بيتعمل عقد زواج بلاش رسمي بلاش عرفي، مدني بس شرعي زي ما كان الرسم شرعي والعرفي شرعي، المدني لازم يكون شرعي. والبنود اللي بيشمله أنا بلجأ بقى للمحكمة المدنية بهذا العقد. هو على فكرة برضه هو عقد عرفي لأن معلوش أي أختام رسمية أو ورقة عرفية. يعتبر الزواج المدني ده ما هو ورقة عرفية عشان نخرجه عن مسمى الزواج العرفي برضه عشان ما حصلش لبس. فبنتكلم على زواج مدني، عقد زواج مدني عرفي بنلجأ للمحكمة المدنية بدعوة. دعوة دي تختلف مسماها سواء رفعها الزوج أو رفعتها الزوج. ممكن طالما بقى هنلجأ المحكمة المدنية على أساس إن ده زواج مدني فنرفع دعوة صحة ونفاذ عقد الزواج، نرفع دعوة إثبات صحة هذا الزواج، نرفع دعوة إثبات هذا الزواج، واخد بال حضرتك؟ أيا كان مسمى الدعوة فإحنا لجأنا للمحكمة المدنية هنا. وبالتالي لما بنلجأ للمحكمة المدنية إحنا حسب طلباتنا من هذا العقد أو ممكن صحة التوقيع على هذا العقد، هو عقد عرفي مدني وعايزين ناخد حكم من المحكمة بصحة توقيع من وقع هذا العقد سواء رفعت هذه الدعوة الزوجة أو رفعها الزوج. فمن هنا بيسمى عقد مدني عشان نخرجه عن نطاق الرسمية. والعقد الرسمي هو زي ما فضلت حضرتك وقلتي بيبقى على يد مأذون كموظف عام وله صفة رسمية وبيمهر بختم شعار الجمهورية، ده عقد الزواج الرسمي. والعقد العرفي هو عقد اتفاق بين طرفين ولكن عرفي لانه غير ممهور بختم شعار الجمهوريه وغير رسمي ومش على يد مأذون. ولكن في الحالات الثلاثه خلاصه حديثي ان يجب ان يكون هذا الزواج ايه مكتمل الاركان الشرعيه عشان يعترف به كزواج. يعني عقد الزواج المدني ده لو عملناه ولجانا به للمحكمه والمحكمه بحثت ولقت ما فيش توافر للاركان الشرعيه ممكن تحكم ببطلان هذا العقد رغم مدنية هذا الزواج وأنه عقد مدني بس مش متوافرة أركانه الشرعية فيتحكم ببطلان هذا العقد. وبالتالي الأساس أن يكون العقد شرعي سواء كان رسمي أو مدني أو عرفي. سيادة المستشار معنا سمر من لبنان على عاملة مداخلة في ساعة مع نبال، وعشان من البنات اللي رفض تماما الزواج الا ما يكون زواج مدني. اهلا يا سمر. مرحبا مدام نبال. يا هلا بيكي. مرحبا لضيفك الموجود معي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه حبيبي. سمر قولي لي ليه انت بتفضلي الزواج المدني؟ ايه السبب؟ اول شيء الزواج المدني بيعطي حقوق المرأة 100%. وغير الزواج اللي نحن نعترف فيه يعني اللي هو الشرعي، اوكي يمكن الدين الاسلامي كرم المرأة بس مش عطيها حقوقها قانونيا.
تمام. فبتضطر الوحده انه توصل للمحاكم والطلاق والمشاكل والخلع. بس لما بيكون في زواج مدني متفق عليه هو ما بيقدر يعمل معه شيء. طب انت شايفة ان الزواج المدني هيكون يعني اكتر اكثر حفاظا على حقوق المرأة لو اتطبق؟ طبعا اكيد لو اتطبقت بالمجتمع العربي اكيد. طب سمر، انت يعني من وجهة نظرك شايفة ان المجتمع العربي رافضه ليه؟ عشان مش نحن بمجتمع ذكوري، فطبيعي نحن بشرقيات وتفكير شرقي، طب أنا عايز فما راح أسألها يتقبلوا سمر، انه يعني يدوها حقها. يعني هو ده السبب الأساسي في فكرة إن في، وإنتي منهم دلوقتي، إن في بنات عايزين جوازهم يبقى جواز مدني عشان يحافظوا على حقوقهم. سيادة المستشار عايز طبعا. يسألك سؤال. طيب اتفضل. أنا أسأل حضرتك سؤال، الزواج المدني من وجهة نظر حضرتك وبتطالبي بيه، طب ايه من وجهة نظرك الحقوق اللي انت بترغبي انك تضيفيها في عقد الزواج المدني، او من وجهة نظرك تضمن لك حقوقك، ايه اللي من وجهة نظرك انت عايزاه يتثبت في عقد الزواج المدني؟ اول شيء وحده من الاسباب انه لما بده يجي يطلقها يعني بيتعبها وبيوصلوا لمحاكم وما بيطلقوا الا بطلوع الروح، هيدي اول شغله. ثاني شغله كمان لما وصلنا لحضانه، حضانه دائما بتبقى الحضانه اوكي مكتوبه شرعا للام وكل شيء، بس برضه القانون بيعترض عليها كل شيء، يعني كل شيء لازم بدهم البروف تبع الذكر. طيب ما انا طيب ماشي، يعني انا سمر هرد عليك. بشكرك. كان معانا سمر من لبنان، وبنت ليها وجهة نظر بتفضل الجواز المدني عن الجواز الديني. أرجع تاني لحضرتك يا فندم، هرد انا عليها. بص أدي نموذج نعم، قدامنا وفكر، وقيس على كده في أعداد كتيرة جدا من البنات. اكيد. هل حضرتك تفتكر ان البنات تفكيرهم بقى كده لان هم شايفين ان الجواز المدني هيحافظ على حقوقهم ومش هيخليهم يشوفوا مشهد من مشاهد وسيناريوهات محكمة الأسرة؟ لا، انا هقول لحضرتك حاجه. انا في بدايه حديثي قلت لك ان عقد الزواج في الاول وفي الاخر هو عقد، سواء مدني او رسمي او عرفي. تمام، خلينا في العقد الزواج المدني. هو وجهه نظر البعض زي الاخت المتصله انها عايزه تضيف بنود في هذا العقد تضمن لها حقوقها من وجهة نظرها، رغم ان الشرع والدين ادالها كل الحقوق. طب ما انا هقول لحضرتك حاجة، لو فرض زي ما بتقول هتحط في عقد الزواج المدني البنود اللي ترضيها وتضمن لها حقوقها من وجهة نظرها، طب عند الخلاف وحصول نزاع بين الطرفين، طب ما هتلجأ للمحكمة عشان تستصدر حكم من المحكمة بتطبيق البند اللي هي موجود في العقد. بس مثبت و و و جميل و وقائم. حلو قوي. هي اتكلمت على جزئية ايه؟ ان لما احب انفصل بتقول انا كده متهيأ لها ان الجواز المدني هيفصل على طول. طب ما هو بند، يعني بند من ضمن بنود عقد الزواج بتقول انها من حق انها مثلا ايه تطلق نفسها، او زي ما بيقولوا العصمة في ايديها، او ان هي تحل رابطة الزوجية. طب عشان نطبق هذا البند هنلجأ للمحكمة عشان نستصدر حكم محكمة مدنية بتطبيق هذا البند، على أساس إن الطرف الآخر اللي هو الزوج أخلى بهذا البند، وبالتالي أنا عايز حكم محكمة. اللي أنا عايز أقوله إن العقد مش كافي ببنوده إن أنا أنفذ بنوده إلا لما أخد بيها حكم من المحكمة إذا ثبت أن الطرف الثاني أخلى ببند من بنود هذا العقد. حتة مثلا هي بتتكلم في حقوقها مثلا المالية، حقوقها المالية، طب ما هي مضمونة بموجب عقد الزواج الشرعي الرسمي، الرسمي اللي هو مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة الزوجة ونفقة الأولاد، كل دي حقوق لاحقة لما بينشأ نزاع بين الزوج أو الزوجة بتلجأ للمحكمة عشان تستصدر أحكام قضائية بحقيتها في المؤخر وحقيتها بس في. أنا عايزة أقول حاجة. اتفضل يا فندم. الموضوع في محكمة الأسرة أنا مش ضد الزواج المدني، أنا ضد إيه؟ عدم شرعية الزواج. أنا همني أركان الشرعية للزواج سواء مدني رسمي مدني عرفي. هنيجي ليها، بس خلينا نتكلم في النقطة اللي احنا طرحناها. تمام. سألت حضرتك من شوية قلت لك ليه المجتمع رفضه، ما خدتش يعني عايزة إجابة ليه المجتمع بيقول لأ. المجتمع رفضه لأن الشرع حدد ما هي حقوق المرأة وحقوق الزوجة سواء
أثناء الزوجية أو بعد الانفصال. ربما في عقد الزواج المدني يتم الاتفاق على حاجة ضد الشرع، على حاجة تكون عكس ما هو الشرع بينص عليها فيما يتعلق بحقوق المرأة. فعشان كده هذا الزواج المدني المناسب للمجتمع الغربي المتفتح بره غير مناسب لينا، احنا عندنا ديننا وشرعنا هو اللي بيحدد ما هي حقوق المرأة. طب لو الجواز المدني بقى بيطبق فيه ومن اساسياته الشريعة، خلاص مفيش يبقى مشكلة، يبقى صحيح ولا لا؟ صحيح طبعا، ما انا اقول لحضرتك اهو، طالما يبقى كده المجتمع ما يرفضوش، مفيش مشكلة، خلي ما يرفضوش. حضرتك لكن احنا التخوف من اللي انا بقول لحضرتك عليه دي ان هو ان ده عقد مدني ربما يتم الاتفاق بين الاثنين على حاجات لا تناسب الشرع وما اقرهاش الشرع، وبالتالي ما نقولش عقد مدني، ما نقولش حرية، لان ده مخالف للشرع. لا، لو هو اتحط نصوص معينة ويكون طبقا للشريعة، انا هقول لحضرتك هنا ما يبقاش في مشكلة. هديكي مثال واضح جدا. معروف القاعدة الشرعية بتقول لا ميراث لغير مسلم، يعني إذا توفى مسلم وساب أولاد غير مسلمين لا يرثوا لأن هم غير مسلمين. تمام، واضحة؟ أو. فلما نيجي في عقد زواج رسمي مدني اللي بيقولوا عليه ويتعمل بند ضد هذا المبدأ الشرعي، تمام، وتحط بند كده إذا توفى الزوج أولاده لو هم مثلاً اي ديانه اخرى طبقا للشرع ما يرثوش، نقول هنا نتمسك ببند العقد المدني ونطبقه، اذا البند ده مخالف للشرع؟ لا، احنا دلوقتي يا دكتور انا بديكي مثال يعني واضح اهو. سياده المستشار، احنا دلوقتي اولا احنا عايزه اوضح حاجه، ان احنا لا مع ولا ضد. ايوه انا مع، انا احنا بوضح فكرة العيوب بس بنطرحها لان بقت منتشره. نعم. وفي بنات بيطالبوا بيها دلوقتي، وفي جوازات الرجاله بيرفضوا ان ايه جواز مدني وايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه. تمام، لو دلوقتي تم تطبيق الشريعه في الجواز المدني هو يكون صحيح، صحيح وسليم، وتحكم به المحكمه، لان اول ما المحكمه هتبحثه عند رفع دعوى بعقد زواج مدني هو مدى شرعية هذا الزواج واكتمال أركانه أولا قبل ما تبص لأي بنود تانية. النقطة التانية هتشوف البنود اللي بيشمله هذا عقد الزواج المدني، في بنود مخالفة للشرع ولا لا. تمام، هم متفقين بس لا يجوز أن يكون هذا الاتفاق مخالف لمبدأ شرعي. تمام، ما نقدرش. تمام، فالمحكمة هتبحث كده، لو لقت أن هذا عقد الزواج المدني غير مكتمل الأركان الشرعية فهو مش عقد زواج، ما تقدرش المحكمة تقر بأنه عقد زواج تبقى للشرع. لكن تقر لو هو تبع للشرع تقول بقى اتفاق مدني. اتفاق مدني بينهم، لكن مش عقد زواج، لأن عقد زواج لازم يكون شرعي قبل ما يكون مدني، وقبل ما يكون رسمي، وقبل ما يكون عرفي. ما هقول لحضرتك حاجة. فعقد الزواج العرفي شاف في مجتمعنا، واحنا عارفين ان عقد الزواج العرفي فيه لغط كتير وكلام وهو سيء السمعة نوعا ما، ما احنا كلامنا متفقين. تمام. عقد الزواج العرفي ده انت عارفة حضرتك لما يكون فيه إيجاب وقبول بين زوج وزوجة في مجلس عقد وشاهدي عدل وإشهار وولي للزوجة، هو كده عقد شرعي سليم قدام ربنا والشرع. تمام، ولكن هو ينقصه حاجة واحدة بس، هو عقد اكتملت أركانه الشرعية. التوثيق ليه؟ عدم التوثيق ده بيمنع كل الحقوق. تمام، بين الطرفين ما يورثوش بعض، ولكن الحاجة الوحيدة اللي بيثبتها هذا العقد الزواج العرفي هو إثبات النسب فقط. يعني من تتزوج عرفيا وتنجب بنسخه عقد الزواج العرفي ترفع دعوى لاثبات نسب هذا المولود لابوه اذا انكروا بهذا العقد، عشان حفاظا على الانساب وعشان المولود ملوش ذنب. لكن ما عدا ذلك احنا بنتكلم في شرعيه الزواج يا استاذه نبال، انا ما بتكلمش في صح ولا غلط، بتكلم في شرعيه الزواج، نتكلم في اركان شرعيه وبعد كده نتكلم في مدني ولا رسمي ولا عرفي. بما اننا بنتكلم في شرعيه الزواج المدني، معايا فضيله الشيخ محمد علي الداعي الاسلامي. اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيفنا الكريم. اهلا بيك يا فندم. هل يا فندم الجواز المدني موقفه ايه في الاسلام؟ هو انا كنت لازم يعني سامع ضيفنا الكريم بيقول الناحيه الشرعيه، احنا عندنا من الناحيه الشرعيه يا جماعه الزواج علشان يكون شرعي على كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث اركان اساسيه. تمام. اول حاجه الولي، ثاني حاجه الشهود، ثالث حاجة الإشهار. إذا تحققت هذه الأركان في العقد فهو عقد زواج شرعي صحيح.
دون ذلك يبقى العقد هنا مش شرعي او مختل الاركان. فضيلة الشيخ، لو الجواز المدني طبق حسب الشريعة، هنا يكون زواج صحيح؟ يبقى انا هقول هو زواج شرعي، مش هسميه زواج مدني. هو اصلا زواج شرعي، لانه اصلا كده كده حقق الاركان الثلاثة اللي احنا بنقولها. تمام، يعني كده الجواز المدني هو جواز شرعي. يا فندم، لو انا اطلقت كلمة الزواج المدني ككلمة عامة، ممكن اي اتنين في الجامعة يروح يتجوزوا ويقولوا احنا اتجوزنا جواز مدني، هو يقول لها زوجتك نفسي وهي تقول له زوجتك نفسي. تمام، صح ولا غلط؟ صح يا فندم، صح. تمام، شكرا يا فندم، وبشكر مداخلتك في ساعة معني بال. اوضح بعد اذنك برضو فضيلته لما اتكلم. عايزه بس اقول حاجه، عايزه اقول ان فضيله الشيخ وضح نقطه مهمه قوي، فكره ان هو شرعي ومدني. نعم، يعني نقدر ان احنا الجمله نفسها يعاد يعني كتابتها من اول وجديد. انه قال اللي انا قلته بالظبط. ما هو نفس الكلام حضرتك، مدني، عقد مدني، ايا هو مسماه عقد زواج مدني، بس نبحث هنا شروطه الشرعيه الاول توافرت ولا لا. قبل ما نتكلم ونبص لاي بنود اخرى، عشان لو ما توافرتش بنوده الشرعيه اللي فضلته قالها وانا قلتها ما نعتبروش عقد زواج. تمام، هنعتبر بقى اتفاق بين اتنين على ايا كان. حضرتك من وجهه نظر حضرتك، يعني فضلي، بتشوف ان هو بيضمن حقوق البنت اكتر، اللي هو الزواج المدني؟ المدني اللي هو يبقى عن طريق محكمه وعقد مكتوب وخلاص هو تبع الشرع ومكتوب فيه البنود اللي تم الاتفاق طيب عليها. خلينا نركن عقد الزواج العرفي كده على جنب ونتكلم بين العقد الزواج الرسمي وعقد الزواج المدني. تمام، عقد الزواج الرسمي على يد مأذون ووثيقه رسميه وختم شعار الجمهوريه، ده عقد زواج رسمي. تمام، تمام؟ عقد الزواج المدني هو عقد بين طرفين، اتفاق الطرفين على ان تربطهما علاقه الزوجيه. تمام، وبيحطوا شويه بنود يتفقوا عليه هما الاثنين ايا كانت هذه البنود. تمام، تمام، كلاهما سواء الرسمي أو هذا عقد الزواج المدني اللي توفرت أركانه الشرعية عشان الست تاخد حقوقها في حالة حدوث أي خلاف، هتلجأ بده أو ده للمحكمة. محكمة الأسرة؟ محكمة الأسرة، ما محكمة الأسرة على فكرة برضه ما محكمة مدنية. لا، سؤالي محدد. أنا بقول لك محكمة الأسرة، تلجأ لمحكمة الأسرة. يعني هي دلوقتي تلجأ لمحكمة الأسرة. إحنا لسه هنيجي للنقطة دي، أنا ماشية بس يعني يعني جزئية علشان الناس تستوعب وإحنا كمان نقدر نفهم ونطلع من الحلقة نقول صح ولا غلط. تمام، الفكر ده مقبول في مجتمعنا ولا لأ؟ ناخد بيه أحسن لبناتنا ولا لأ؟ نستوعب يعني. تمام، طيب، الجواز المدني الشرعي كويس موجود في مصر؟ قليل جدا، قليل. موجود وهو ظاهرة فعلا، ونقلا عن المجتمعات المتحررة. أنا زي ما بقولت لحضرتك، هو المجتمعات المتحررة بيفرق عقد الزواج في شكل عقد وبيتفقوا على بنود هما الاثنين مع بعض، الحياة أكثر حرية بره ببساطة. تمام، لكن عندنا هنا في قواعد شرعية وأصول شرعية وأركان شرعية لازم تراعى، عشان زي ما قلت في بداية حديثي، عقد الزواج المسمى مدني أولا يجب أن يكون شرعي، ثانيا ألا تكون البنود اللي موجودة في هذا العقد تخالف الشرع، شرط ضروري. يعني مش عشان هي تقول أنا حقوقي من وجهة نظرها هي بالبنود الفلانية في هذا العقد، يبقى يكون الاتفاق أو البند ده اللي هتقوله يكون مخالف للشرع، ساعتها لن يسمح بهذا الكلام وممكن نترفع دعوى بفسخ هذا العقد أو بطلان هذا العقد. لا، سيادة المستشار، إحنا خلينا متفقين إن إحنا بنتكلم على الدول العربية وإن إحنا عندنا شريعة إسلامية، وإن إحنا لما أي طرفين هيقوموا بي الإجراءات الزواج المدني هيكون حسب الشريعة الإسلامية. أكيد، خلاص متفقين، هو تبع الشريعة. اتنين اتفقوا راحهم علشان يتجوزوا، إيه المستندات المطلوبة منهم علشان يتم هذا الزواج؟ الزواج المدني. المدني، تمام، هيلجأوا لقانون. هيعمل عقد زواج مدني، هنسميه عقد زواج مدني شرعي. تمام، إيجاب وقبول، تتوافر فيه الأركان والشاهدين العدل والإشهار والولي، ويشمل ما يشمل من البنود اللي يتم الاتفاق عليها، فهو عقد زواج مدني. أخذ النسخة بتاعتنا والجأ للمحكمة
المدنية بدعوة أيا كان مسماها لتوثيق هذا الزواج، يا إما دعوة ممكن نسميها دعوة صحة ونفاذ عقد الزواج المدني، أو دعوة بإثبات هذا الزواج المدني اللي المحكمة هتبحث فيه. هنكمل الإجابة على إيه المستندات المطلوبة في الزواج المدني بعد ما ناخد مداخلة الدكتور أحمد مهران صاحب مبادرة الزواج التجربة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا أستاذة نبال. أهلا بيك. حضرتك شايف الزواج المدني إزاي؟ يعني خلينا نوضح مع بعض إن الزواج المدني ربما في هذه الفترة وفي هذه الأيام أصبح مطلب لكثير من السيدات أكثر من الرجال، باعتباره طريق سهل لضمان الحقوق، وربما أيضا طريق سهل إذا ما أراد الطرفين إنهاء هذه العلاقة، يعني العلاقة الزوجية. وبالتالي البعض بيلجأ للزواج المدني باعتباره طريق من الطرق الأيسر أو الأسهل أو الأضمن لبعض الحقوق المدنية الخاصة بكل طرف من الطرفين. لكن ده طبعا مختلف تماما عن مبادرة زواج التجربة. حضرتك يا فندم كان ليك مبادرة زواج التجربة، حضرتك شايف ان ممكن المجتمع يتقبل فكرة ان الزواج يقوم على اساس التجربة؟ هو طبعا يعني خليني في الاول اوضح معاكي ان كتير من الناس فاهمين مبادرة زواج التجربة، لان كتير من الناس السطحيين بيحكموا على الفكره من اسمها، تمام، وبيعتبروا ان زواج التجربه ده معناه ان احنا بنخترع اختراع جديد يتضمن ان الناس تتجوز كده على سبيل التجربه، يجربوا نفسهم سنتين ثلاثه ما نفعوش يتطلقوا، تمام، وده ابعد ما يكون عن الفكره وعن المبادره. امال هي الفكره ايه يا دكتور؟ يعني هقول لحضرتك انا الفكره ايه وليه المسمى ده انا استخدمته وكان الهدف منه ايه والفكره جت ازاي. اديني فرصه اوضحها. اتفضل. بطبيعه شغلي كراجل قانون وكمحامي متخصص في قضايا الاسره في الفتره الاخيره دي، بعد زياده عدد المطلقات في مصر وبقى عندنا 8 مليون مطلقه، فانا بيجي لي كتير مكتبي مطلقات، ولما بنتكلم مع المطلقات دول اللي معظمهم بنات صغيرين في العشرين، اتجوزت 6 أشهر 7 شهور سنه بالكتير واتطلقت، تمام. فلما بنفكر معاهم وعن اسباب الطلاق وعن امكانيه انها تتجوز تاني وتبدا حياه جديده وتكون اسره تانيه وتكمل مسيره حياتها، فكان دايما بيجيني الردود من البنات انها تقول انا مش ممكن اخد التجربه دي مره تانيه. انا خدت التجربه دي قبل كده وفشلت ومش ممكن اعمل كده تاني. يا ستي ما فيش ما يمنع انك تاخدي تجربه الزواج مره اخرى، لان الحياه تجارب، والزواج بالذات ما هو الا تجربه حياتيه، تجربه مجتمعيه، لربما ربنا يكرمك بالزوج الجديد يكون افضل مليون مره من الزوج القديم، ويبقى ربنا عوض صبرك، والله لو طلع اسوأ من اللي فات يبقى زي ما دخلتوا بالمعروف تلجأوا للشرع وبالقانون وتخرجوا من بعض بالمعروف. فدايما البنات كانت بترفض، فكنت انا فكرت في فكره مبادره زواج التجربه اللي هو اصله ان الزواج تجربه. كل الحكايه ان انا بقالي 10 سنين بقول لحديث الزواج، لان اعلى نسبه معدلات طلاق في مصر لحديث الزواج الذي لم يستمر الزواج اكثر من سنه، فبقول لهم يا جماعه بلاش تحكموا على تجربه الزواج بالفشل في اول 6 شهور واول 7 شهور، اصبروا على بعض شويه انكم تفهموا بعض قبل ما تقولوا ان احنا فشلنا ومش قادرين نكمل. تمام. الزواج تجربه، خدوا كل عناصرها. فبيقول لك لا احنا مش قادرين نكمل ومش متفقين مع بعض. ففكرت الفكره ان احنا نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها عقد اتفاق مشرط الزواج او دستور الزواج. احنا بنتجوز عادي جواز شرعي وكامل على كتاب الله وسنه رسوله، والمصريين بيعملوا حاجه جنب عقد الجواز وثيقه الزواج، بيعملوا حاجه كده اسمها عقد وديعه، وده بيعتبر عقد من عقود الامانه، بياخد حكم ايصال الامانه، اسمها قايمه منقولات. هنعمل عقد كمان زياده معاها ونسميه مشرطه الزواج، كل واحد يحط الشروط والطلبات اللي هو محتاجها من الطرف الثاني، ونستفيد من تجارب اللي سبقونا واتطلقوا بدري اول سنه واول 6 أشهر، ونشوف ايه الخلافات اللي كانت موجوده بينهم واتطلقوا ليه، ونفكر فيها ونضع لها حلول في الاتفاقيه دي. على سبيل المثال مثلا هي قالت له انا عايز اشتغل بعد الجواز، قال لها لا، انتهى بيهم الاتفاق للا، فهنكتب ده بالعقد الاتفاق. بعد الزواج بسنتين قالت له انا عايز اشتغل
متعة ولا جواز مسيار، بس ما حدش عايز يفهم كل الحكاية. شكرا. أنا عملت إيه؟ شكرا دكتور أحمد مهران، وبشكر مداخلتك في ساعة مع نيبال. ارجع لحضرتك تاني. يعني الاستاذ الفاضل بيتكلم في البنود الزياده اللي اتفق عليها الطرفين اللي ترضيهم، اللي من وجهه نظر الزوجه انها ده هيضمن لها حقوقها. يعني انا ابص على حضرتك حاجه، انا مش ضد فكره الزواج المدني، انا بتكلم الاول الشرعيه، لازم يكون شرعي في اي نوع من انواع الزواج، الاركان الشرعيه تتوافر فيه. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في ان ربما يكون الاتفاق على بنود التكميليه اللي من وجهه نظر السيدة أو الزوجة ده بيضمن لها حقوقها، هذا الاتفاق أو هذه البنود مجحفة أو مخالفة للشرع. طب بلاش مخالفة للشرع، أنا عايز أبسط. إيه حصل؟ خلاف بين زوجين متزوجين بعقد زواج مدني وزوجين آخرين متزوجين بعقد زواج رسمي، كلاهما هيلجأ برضو للمحكمة لتطبيق نصوص العقد سواء الرسمي أو المدني مع التمسك ببنود العقد المدني. انا قصدي ان بفهم الزوجه او البنت اللي بتطالب بعقد الزواج المدني ان كده كده انت رايحه المحكمه، رايحه المحكمه عشان يطبق البند اللي انت اشترطتي يكون موجود في عقد الزواج. بس ليه برضو سؤال هنا، بس بعد ما ناخد احمد عايز يعرض تجربته على حضرتك. اتفضل. اهلا يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، اتفضل. حضرتك انا عندي مشكله ولازم اطرحها ولازم اقولها ومش هسكت على الموضوع دوت. اتفضل. حضرتك احنا عندنا مأذون جارنا في البيت اسمه فرج محمد جبريل. المأذون دوت مأذون شرعي. تمام. بيكتب على القاطرات سنا بمبالغ ماليه. لا قول لي مشكلتك على طول يا احمد لو سمحت. ماشي، ما انا عشان حضرتك بس انا لازم اقول لكم المشكله كلها. بلاش كده. تمام. لا قول المشكله بتاعتك على طول. طب حضرتك المأذون دوت كتب عليا، على انا وزوجتي كتب علينا عرفي. واخد مني مبلغ مالي كبير. طب الزوج عندها كم سنه؟ كان عندها حوالي 15 سنه. وبعد ما جوزني مضاني على وصل امانه على بياض. ليه مضاك وصل امانه ليه؟ عشان كتاب عرفي، ما فيش اوراق رسميه، عشان يضمن انك توثق الزواج وتخليه رسمي عند بلوغ السن القانوني. الله ينور عليك. تمام. وطلعت وقبل ما يكتب عرف ان عرف بس ايصال الامانه ده، ايصال الامانه ده اللي خدوا عليك اهليه الزوجه مش المأذون. هو المأذون اللي اخده عليا، هو كتبهولك، لكن لصالح مين؟ اهليه الزوجه. كتبهولي على بياض وبصني عليه. وخدني عليه وكان عارف ان الزوجه عندها مرض نفسي، يعني حرام فيها النكاح، لا يعني لا يجوز فيها النكاح. هرد عليك انا. حاضر حاضر. شكرا يا احمد، وسياده المستشار هيرد عليك دلوقتي. دي مشكله بتقابلنا. وفعلا هو طبعا سن الزواج القانوني طبقا للقانون هو 18 سنه بالنسبه للبنت، فبيجي دلوقتي زيجات بتتم دون هذه السن، كل بنت أقل من كده، فبيتفق مع الأهل على كتابة عقد زواج عرفي. بس عرفي هنا إيه بقى؟ مكتمل الأركان الشرعية، إن الولي موجود أهو، وأهلية الزوج والزوجة موجودين، والإشهار تم، ومأذون كمان عشان يبقى موجود مأذون، وبيكتب عقد زواج عرفي لحين بلوغ البنت السن القانوني. بعد كده يعاد كتابة هذا العقد إلى عقد رسمي. واضح جدا مشكلته. هو متأذي إن اكتشف إن زوجته دي مريضة نفسيا على حد قوله، ها، وده جه بعد ما كتبوه إيصال أمانة عشان يضمنوا إن هو يكتب رسمي عند بلوغ البنت السن القانوني. دي موجودة في مجتمعنا المشكلة دي. وأنا بقول له لو قدر يثبت ان البنت مريضة نفسيا يرفع دعوى فسخ لهذا العقد، عقد الزواج، تأسيسا على الغش والتدليس. سيادة المستشار بشكر حضرتك جدا. الله يخليك. كان عندنا اسئلة كتير جدا عايزين نستفسر عليها، بس اخدت النهاردة من حضرتك ان الجواز المدني يصح اذا كان مطابق للشريعه الاسلاميه. تمام. وبنوده لا تخالف الشريعه. الشريعه الاسلاميه، فهنا مفيش اي مشكله. بس حضرتك برضو وجهت البنات ان في حاله الطلاق كده هتروحي المحكمه، وكده هتروحي المحكمه في العرف هتروحي المحكمه.
سريعا كده لو الزواج عرفي هتروحوا المحكمه وهتروحوا في حاله واحده في حالتين اتنين، يا تثبت نسب مولود ده في الزواج العرفي، يا اما اثبات طلاق اللي بتتزوج عرفيا وبيهجرها وما تعرفش هو فين ومعاها وثيقه او عقد الزواج العرفي، معاها تلجا للمحكمه لاصدار حكم بتطليقها من هذا الزواج العرفي. ده بالنسبه للعرفي هتلجا للمحكمه. العقد الرسمي والحقوق المترتبه على العقد الرسمي معروف، المؤخره الصداق والعده والمتعه ورفات الزوجه والاولاد والحضانه والكلام ده كله. وقتنا انتهى يا فندم، انا بعتذر. برضه البنود هتلجا. شكرا شكرا لحضرتك وبشكر وجودك معانا. وفي ختام ساعه مع نبال، مطلوب مننا ان احنا لما نسمع اي حاجه لازم نفهم، لازم نعرف ده ايه وده صح ولا غلط ومناسب لينا ولا لا وهيكون الاصلح برضو لينا ولا لا. بلاش نقعد نعترض من غير ما نفهم، من غير ما نستوعب. وهو ده المشكله اللي موجوده في المجتمع، ان احنا بنعمل مشاكل كتيرة جدا جدا ونحرم ونحلل من غير ما نفهم الصح فين. زي ما بقول دايما في ساعة مع نبال، دعوة للحياة في ساعة مع نبال. تصبحوا على خير.